يهتفون لأجل الأقصى وانتصار غزة في حرب همجية شنتها قوى العدوان الإسرائيلي على شعب يكافح لأجل العيش والبقاء. فخرج هؤلاء في مسيرات مختلفة لإيمانهم وتأكيدهم بعدالة القضية الفلسطينية، وهي من أعدل القضايا في التاريخ الإنساني. هذه المقاومة التي رفعت رؤوسنا عاليا بعد أن بدأ اليأس والإحباط يدب في نفوسنا بسبب خيبات الأمل العربية التي مرت بنا منذ عقود، اليوم مقاومة الأخوة الفلسطينيين عادت الاعتبار لنا كعرب ولنا كمسلمين. في وادي حضرموت وبمدينة سيئون على وجه الخصوص، تجمع أبناء حضرموت بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم المختلفة ومكوناتهم الاجتماعية، وفي مقدمتهم السلطة المحلية، ليندد بالعمليات الإرهابية للعدو الصهيوني في غزة والشيخ جراح والضفة وغيرها من الاعتداءات التي طالت المصلين بالمسجد الأقصى، إضافة إلى رفضهم المطلق لعملية التطبيع التي انخرط فيها الكثير. نقول لشهدائنا لن ننساكم، ونقول لثوارنا نحن معكم، ونقول لكل أبناء فلسطين نحن معكم في هذه اللحظة وفي كل اللحظات. الله سبحانه وعد الصابرين ووعد المرابطين بالنصر المبين، وهذه بتباشير نصر، وها وعد الله سبحانه وتعالى بلا يتحقق. هذا الحفل وهذا المهرجان إنما أتى تجسيدا لمبدأ الجسد الواحد بين الأمة، وأن أبناء الوادي يمثلون بهذه الاحتفالية البسيطة الرمزية أن القضية هي قضيتنا وهي تهمنا، ونحن معها قلبا وقالبا قدر ما نستطيع في ذلك. تظل الشعوب العربية الحرة مرتبطة ببعضها تشاطرها المآسي والأحزان. فمن حضرموت وجه المتظاهرون رسائل للمجاهدين في المقاومة الفلسطينية بالوقوف إلى جانبهم، وهي الأخرى التي أعدت نفسها لحرب طويلة النفس مع عدو أثخن كثيرا في قتل الأبرياء. ونقول لإخواننا المجاهدين هناك إنكم رفعتم رأس الأمة، وبهذا تكون الأمة الإسلامية كلها معاكم في هذا الوضع الذي تعيشونه رغم الجراح ورغم المآسي. ونحن في الأقصى وكلنا فلسطين بالروح بالدم. فالأقصى ثالث قبلة المسلمين ومسرى رسولهم، فالدفاع عنه وعن قضية فلسطين تعد قضية يشترك فيها كل العالم، والتخاذل عن الدفاع عنه والتطبيع مع العدو الإسرائيلي تعد من أكبر الجرائم في حق الأمة الإسلامية والعربية. فهمي برماده، سهيل، سيئون.